شلا الشد يا رجل هو ما يتفارق عندك زينة فطارك ما يتفارق وش كيف بعديه وانت كتقول لي نفارقهم نفارقهم انا نفارقهم انت تفارقهم 40 الف ريال نحطك وكنت راح تحط لي 60 الف ريال نحط لك 80 الف ريال لبيني ليا انت هكذا يلا سيدي خدوا واش انا وياك نمشي عند والله لا تفارقوا والله شغل فارق والله لا تفارق 80 الف ريال تشحط 40 وانا 80 ولكن الزين والله لا تفارقوا دابا اشنو كاين غدا يلا نتحركوا حيدوني على بعدا فين ضيع فؤادي مخليني مهموم ما كنشوف النوم ما قادر نعيش عادي شوف الناس كيفهم وحدي مسحوم قولي الكوموند وصلاش ولا باقي اوكي مول المهم غيدوز عندكم وعطيهم لا كوموند باش نكملوا داكشي يلا باي باي يلا شكون قريب خليك وحدك كاتي يتم يتلف رايك وتندم والعيشة تمرار يتوب يرجع حتى لتخدم شكون كاين بعدا بالدار كاين يخشب وحدي عدوزتي مشات للسوق واش اللي بقيت في الخدمة كنتي بخير امورك حلال ما حسيتش بك جيتي شاده ما كنوقتش ما بغيتش شي مقدسه بوحدكم مرحبا بك جي في اي وقيته الدار دارك بخير كنت كتعاودي كلشي وحنا الحمد لله غادي نعاودو الخدمة واحنا الحمد لله باش السما شنو دايرت ليا لا هادي كلشي كل واحد يدير راسو كتشوف قراصه الله يدير شي جو بخير الله يعفو علينا ما نطلقونش هذا وهي اللي راه جاي اختي طب المهم نخليك دابا راجلك جا نمشي انا غدا كي دايره طارق بزاف شي بخير كتشاور يلا باي باي زينب سلامه تعرف اهلا شيماء صافي مزيان صافي الحمد لله زين الطب الا كاين شي حاجه بغينا نمشيو نجيبو فانت ميناج للموبل وصراحه ما بغيتش نمشي بوحدي الا بغيتي تمشي معايا صافي اذا كان هادشي ديال شحال زين صافي ما قلتش هاد زين غير باش ما تاخذهاش شي ولا لو تمنيت صافي مزيان صافي غدا مسالي صافي نجي من الخدمه نتلاقاو هنايا مع الخمسه ان شاء الله صافي غتلقاني هنا كنتسناك صافي ماشي مشكل صافي انت بعدا بخير الله يدير بخير الحمد لله احنا مسلكين وصافي كي دايره انت كي داير الدار لاباس عليهم كلشي مزيان المهم دابا راه عندي واحد الموعد انا غادي نمشي يلا باي باي غدا ان شاء الله مع الخمسه صافي غدا ان شاء الله يلا بالسلامه الله يعاونك يا اختي فين ساهية؟ شنو كيفاش دخلتي؟ تسخري تسخري لها دخلت الباب محلول لقيت الباب محلول انت مخلي بابك محلول ما كتحشمنيش جيت ما جبتش المهم جيت غير باش نوصل حيت عندي ما يدار شوفي ردي البال مع راسك رجال راه ما فيهمش الثقه انا نقول لك اللي كاين مالو ما مالو والو المهم انت غير ردي البال وصافي اسمحي لي راه ما كاين حتى شي عافيه بلا دخان شي حاجه كاين شي حاجه ما شفت والو المهم دابا صاحبي صافي ثقي فيا طارق نعم اجي ندور معاك مالك ما كاين شي حاجه ما كاين والو الساعه ولا شي حاجه هي كاين شي حاجه مخبى عليا شي حاجه باش تقول لي قلت لك والو علاش انت عندك شي حاجه انت باغا تقولي متاكد مخبى عليا والو متاكد 100% انا لو كانت شي حاجه انا غادي نجي نخبرك فيها ما نتسناش من اللي تقول شي حاجه علاش ما تشاورتيش معاها وانت غادي مع شيماء تجيبو في عند ميناج وما قلتيهاش ليا وكاين انا ما في خباري والو انايا ما شنو غادي ندير كيفاش ما في خبارك والو كدا دابا انايا انت عارفاني واش انا سانديك انا راه صافي لقيت هاد التحت قالت لي غادي نمشيو نجيبو في عند ميناج قلت لها يلاه مرحبا تشاور معايا سيدي ورا انا كنت خدام جاي طالع من الخدمه انا ما عنديش كي غادي ندير انا ما لقيتش الوقت هي تمشي بوحدها ما ماكش عارفش الطريق ياك ما تلقاش الكواد عدى صافي ما عندك واش تقول ليا ما لقاش الوقت باش تقولها ليا لقى الوقت باش تريح واش خرج باش نفهم ما تقول لي والو صافي هي ما جيت نسول ما تجيش تسولي
ديالك دايره الفالطه اختي. ها سمحي لي كنت مسافره ويلا جيت عندك تشوفي اختي. اختي حنا داك اختي غبرت شي اختي صاحبي شي والله حتى ندوز عشو خمس شغوله مع الخدمه وشي ساعه مع الراجل ولكن جيت ندوز اختي غير مع الوقت كنت مسافره ملي جيت كنت غنطرقك ولكن جاتني حشومه نجي ندق عليك في دارك. ويلي مرحبا بك خرج عندي راجلك ودخل حتى دوزتك جاتني حشومه واش منيش كداويه ما طيحت حتى لا عكس ولا الدار دارك مرحبا بك اصلا دوزت شي دريحه كي عارف اللي كاين. انا عارفه دوزتك مع مزيان وحتى راجلك نتوما اصلا طحتي مع عائله زوينه الله يخليك. واش كيقول لك الناس مزيانين كتلاقاو مع الناس مزيان. شوفي باش تعرفي راه هي مشكاك هي مشكاك مابغاش حد منها تجارتي وصاحبتي وانا عارفه كيفاش دايره ولكن خاصك تحاول تحيد منا داك الشك خاصك تكون ثقه بيناتكم هي كنحس بحال ما كتثقش وراه كنقولها لا دابا راه شي وحده عندنا في الموبيل تاش وصلنا الهضره بمقلوب يعني دابا مهما انا وياك دابا واقفين تندويو انا راه كاينه شي كاميرا شاده باش تعرف راك عارفه الجيران عندنا راه صعاب ولكن شوف خاصك تحيد منا هذا الشك هذا حيت الا كانت كتشك فيك يعني راه ما كتبغيكش راه كلشي على كلشي على الثقه يعني ما كانش الثقه راه مشى كلشي. انا سمعت شي اخبار بانها كدير شي سحور ماشي سحور الله اعلم شنو سمعتي هادشي هذا انا كان شي غير جاتنا وهي مرشحه 10 8 سنين وما عارف عليها والو تليفوني كيصوني غادي نمشي انت دير راسك فحال ما على بالك بوالو تشوف داك الشيء بعيني المهم تهلا فراسك وشكرا انا خويا طريق ومهم تشرب بالك وصافي راك عارف يلا الله يعاون بارك الله عليك درتي شي داك الشيء اللي في راسك في الاخر دابا كنا ناعسين فيق شي ديال الناس اش كنا ناعسين كيفاش كنا ناعسين اش قلت لك انا على شيما كتمشي راسها درتي بحال ما قلت لك والو باش ما فهمش دابا انت منين جاي فين كنتي كنت في الخدمه جاي عيانه باغي نرتاح حتى كنسمع كنسمع بلي مشيت كنهضر كامل لا اش فين عندك المشكل شكون يوصل لي لا خاصني نعرف شنو ما بغاش تعرف شنو دابا هذا اللي كيوصل لك المشكل كيوصل لك بالغلط تيبغيو يفارقونا ولكن انت دابا خاصك تعرفي شنو كاين حنا كندوي غير على السانديك غير على باش نجيب الكونسياج هادشي اللي كاين راه ما كاينش حتى شي حاجه غير خوي بالك كاينين ناس اخرين يقدروا يمشيو تقدر تمشي لراسها ماشي بالضروره تمشي انت انا دويش معاك على هذا الموضوع يعني صافي سدينا ودرتي بحال ما قلت لك والو دير داك الشيء اللي في راسك قلت لي انا ما عارفه شنو غادي نقول له قلت انا ما عارفش انا كنحترمها انا كنحترم حيت كتجي عندنا مره كتقول لي بعدي منها مرة كنت تقول لي لا كنحترمها شت تناقض كدير ما نقدرش نقول لك انا نعيرها انا باقي ما عارف على والو انا قلت لك ما درتش حاجه صافي انا اللي منين نفوش اصلا جايه ندوي معاك وانت علاش كتزير فيا صافي ما قلت لك دابا والو صافي انت عارف ما بغيتش نشرح لك كتمشي كتقول لي انا جايه انا جايه وسير ما تجيش تي ماشي كتشوفي باش نقول لك السلام غادي نتي شتيني دابا كي دايره لاباس عليك صحه التليفون الله يعطيك الصحه هذا عاد ديال الدار اللي معايا حنا عندي حيت باقي راجع مزيان ايوا حبيبه ديالي كنت عارفه الحمد لله ما سمعتي حتى اخبار على زينب وطارق لا الحمد لله ما سمعت والو ولكن انا اللي بغيت نسول كيفاش تي محشومه باش داكشي اللي كدير شنو درتي شنو درتي دائما كتقلب لي ميت وكتشي في بلازه بحال هادشي شي حاجه بل كاينه انت اشنو درت انا يا اختي شنو درت لا ما درت شي والو انت ديما اصلا ما درت شي والو دابا قولي لي خاتي مرتو باغا تفرقيها صاحبتي حشوم بقى ولا شي هادوك هما تخاصمو اه مخاصمين مفارقين ما وديا راهم وصلوا للطلاق شي طلاق وصلوا لي زينب طلعت عندي كتبكي وقالت لي راه شفي حنا وصلنا للطلاق دابا وهادي وهادي زينب هي وراك هذا دابا راه وصلت شوفي انا ما فرقت وما حتى شي حاجه انا ما سوقتش المهم انا زربانه بغا نرجع نطيب الغدا بيض بغيتي ديما زربانه الله يعطيك زربات الامر فرقتهم نيتك ما تيكل معاك بصح حتى قليل الفلوس خدمه نقيه درتي معايا هاد الخدمه تسناي انا جاي تعطلتي يا صاحبتي تعطلتي عرفتك بسم الله الرحمن الرحيم اسمو راجلك اللي سمعني شي حاجه عندك نظن لك بالراجل نفرقك شحال تعطيت عن فرقك وي بحال قال لي المجمر كلاس بردي انا ما عندي فين نتزعزع شكون قلت لك انا باش كتعرفي لي انا بغيت نفرق شي وحده يا راجل دابا راه دابا ماشي مشكل انا وياك خدامين دابا قولي لي واش المهم الجاي غنحطك انا 80 الفريال وانت اللي غتفرقي
هادو لينا يا هادو راه مجوجين فهمتي دراري صغار فهمتي صحاب بعد لي من الدراري الصغار انا نتخاطر على واحد عنده 19 عام تزوج البارح وتخاطر عليا انا نحط عليه الفلوس دابا اش غنديروا غنفوجوا هاد الكارتي الكارتي راه كامل قرناه كلشي تفارق بقاو لينا هما لي الحوانت ساكن ما مشينيش خرجناهم من الحوانت انت وراجلك شو راجلك شوفي راجلي مسكين قلتي لي راجلي يعني راجلي اصلا بحال كاري المجموع دابا معاني انت انت على ريحه دابا انت غادي وقت اللي بغيتي شنو ولفتي الفلوس ولفتي الفلوس تناول فلوس الفلوس مهم السيمانه الجايه غنحتاج انا 80 الف ريال وكنت شاد حقا 180 الف ريال كنتي بغات تمشي تفارق عليا دوك انا هاد المره غيجيو من عندي ان شاء الله في راسي شكرا على 80 الف ريال هانيه سي والله خدمات البنات اللي خدمتك عرفش المهم صافي ماشي مشكل دابا ملي كتشوف الخدمه كتشوف الخدمه تجيليش ماشي باش متدا ناكل داكشي اللي كنجيب لي يلا كوري خلاص تولا انا انا اوي لي قالوا لي انتم مخاصمين قال لك كلشي خضار اول حاجه بدات تسخر بعدا توني اول حاجه بدا حبيبه تسخري حنايا ثاني حاجه هضر راجلي وشوفي في انا كنت ندور معاك وانا راه عرفت راجلك يلا دابا سكتي دابا من الهضره الزايده دابا نزيد نطولوا ونقصروا ياك كنبغيو كي بغينا حبيبتي ما وصلتيش داك الشيء اللي بغيتي اللفعه ودابا حيدي من الطريق ايه وسي فواحد حاجه ما قلتها لك اخا ما دوز عاد دوز ثانينا تشاو باي شي كثير بخا هانيه الله عليك عمرك هانيه حبيبتي حبيبه ديالي قالت لي على بنشوف فيقت لي وبفضلها رجعت انا وقت صالح شكلي عاودت شكرا لك اختي شكرا بزاف الله يحفظك وما كنجيش نشكر راه حنا باقي مخاصمين خاصني ندير درت غير الواجب نمشي نشوف شنو غادي ندير عقلها وتفرق عليها البلاد وبسيطه صح هي درتي عقل وضروري واش عارفين بقات تعاود لي حق قبل ما نطلبك في الطايبه شي قلت لك قبيله هادشي مشى دابا شي صاحبي شاو كدوي معاها ياك قال لك تمشي عند شيما تقول لها زعما حنا مخاصمين باش نبينوا لها بالعين راه طيحوا ماشي واش كيدك شي خلي عليا صافي صافي نعول عليك شدو زعد صافي يلا الله يبارك الله يعاونك تضحك عليا انا واش منين الفريق تضحك عليا فيها والله الا بقاش فيها نشوف ولا لا شيما قالت لك تفارقوا واخا شكون شفتي بعدا دابا هاد الهضره دخلات من وخرجات دابا اش بيها 80 الف ريال ديالي في 40 الف واش حنا بيك تيطاو مع 40 الف ريال ديالي خسرت الفلوس في حياتي وحنا بيها دابا بزاف شوف لا كل حكا ما بيناتناش هادو تدخلي لي وتخرجي لي دابا شوفي غنمشيو نفرقوا هادو انا نقول لك جوج كلمات دابا اخر هضره عندي صافي سير طلع الدار كمان تقبل عليا ما مشي فارق شي وحدي انا ما فهمتش كيفاش طبعا عاد شنو هي